متميز بعالم متابعين ميدان السوان، محبين السوان في جميع الخليج. انطلقت محبة، انطلقت محبة إلى كأس المحبة، إلى كأس الخير، إلى كأس سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل هيان. حيوا محبة أيها الحضور، أيها المتابعون، حيوا محبة على هذا الفوز وعلى هذا العرض اللي تقدمه أمامكم على شاشة التلفزيون. يا سلام، الله الله، محبة للكأس، كأس للمحبة، كأس المحبة إلى محبة. سلام يا أبو ظبي، سلام للغربية، سلام للغربية، تهانينا. والناموس اللي وصلت قلت المركز الثاني الحاكم أحمد بن خميس بن صويلح الهاملي، والمركز الثالث وصلت فيه مياسة سلطان بن حمود القحافي. هكذا تشتهي الأبل، هذا اللي غير هنا. هرمز مضيق، هرمز مضيق، هرمز هرمز الكبير، ما يبنى له طاري. سالم بن سعيد بن منانة الاجتبي أيضا انتقل انتقاله ممتازة إلى المركز الأول. يا سلام يا بن منانة، اتجاهه إلى السيف، إلى السيف، 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 والملاحقة من هملول خالد بن حمدان بن غانم الفلاحي. ولكن حيوا بن منانة، حيوا بن منانة أيها الإخوة، مع هرمز، 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 هو صاحب السيف، هو صاحب السيف. الله، هذه لحظات الوصول. تهانينا لسالم بن سعيد بن منانة اجتبي اللي وصل وخذ المركز الثاني، اللي هو هملول خالد بن حمدان بن غانم الفلاحي. واللي خذ المركز الثالث، اللي خذ المركز الثالث الحذر ياسر بن بخيت بن سعيد الخيالي. واللي خذ المركز الجانب الاخر الشاهيني محمد بن عتيد بن زيتون المهيري. الله 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 الله، هنا التغيير، التغيير والتحدي، التحدي، تحدى بن زيتون، بن زيدون، هذه أمجاد بن زيتون، هذه أمجاده المتميزة، هذه راعية العوايد، والبن زيتون راعي العوايد. الشاهينية هي للكأس، هي الكأس، الكأس للشاهينية. حيوا الشاهينية، حيوا الشاهينية، حيوها، حيوها، حيوها. هذه لحظات الوصول. تهانينا لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز الثاني وصلت فيه اللي هي الشاهيني محمد بن سعيد بن منانة الاجتبي. والمركز الثالث، المركز الثالث غزو سعيد بن عبيد بن خليفة بن رشيد الاجتبي. سلام الحديد يا بن زيتون، روح يا بن زيتون، البصمة الثانية، التوقيع الثاني. يا سلام، لا الله الله يا بن زيتون، لغارة تلغي رقوم وتحط رقوم، كنبه للبودرة شي يجذبها، تشوش على الصنف بالموعد المعلوم، لقامت على الدورة تعزل مناكبها. الله يا غازي، الله يا بن زيتون، اذهب بالسلام، السيف أمامك والسيف أمامك، هناك سيف سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم ولي عهد دبي. تحية واحترام، تحية أيها المشاهدين إلى هذا الشعار. تانينا لمحمد بن مبارك، محمد بن مبارك بن محمد بن زيتون المهيري اللي يصل على المركز الثاني. أشكر علي بن خميس بن محمد الخليري. والمركز الثالث أصبح من نصيب المركز الثالث اللي هو شلهوب هشام بن سعيد بن صلاح الدهني. هكذا أمامكم ضيفتنا العزيزة من سلطنة عمان الشقيقة. الله، مبارك بن حمد بن العود، ناصية لمبارك بن حمد بن العود، المطرب، الملحن، المتميز، صاحب الكلمات الجميلة، مبارك بن حمد بن العود العامري. سلام يا أهل العين، سلام يا أهل العين،
سلام على هذا الإنجاز، سلام ولكن الخطورة، انتصار. مبارك بن سيف بن مبارك المزروعي، سلام للغربية، تحية واحتراما وتقديرا للمزروعي. هذه لحظات وصول انتصار، تهانينا ومتهانينا لمبارك بن سيف بن مبارك المزروعي المركز الثاني. وصلت فيه ناصية مبارك بن حمد بن العود العامري، واللي وصلت وخذت المركز الثالث. من بيول بالسيف في هذا اليوم الجميل، وهنا التغيير، هنا عزم يتدخل في هذه اللحظات. ما يهاب ما يهاب ما يهاب غير، ما يهاب غير النتيجة، خذ المركز الأول. يا سلام يا ما يهاب، ما يهاب وشعار حمدون، شعار أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. هذا ما يهاب حميد بن محمد بن حميد الصريدي. يا سلام، ولكن ولكن سرمد 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 الخطير، سرمد سرمد سرمد، السيف لسرمد، السيف لسرمد. سلام يا اهل الرماح، سلام يا اهل الخزنه، سلام يا اهل الختم، سلام لاهل ابو ظبي، سلام لمحمد بن احمد بن مطر بن مايد الخيالي. هذه لحظات الوصول، تهانينا تهانينا والناموس اللي وصل وخذ المركز. نبدأ بكأس سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، وحصلت عليه محبة خلفان بن محمد بن خلفان الهاملي، يستاهل. وأفضل توقيت خميس خميس الزرعي نيابة عن خلفان بن محمد بن خلفان الهاملي، يكرم بالكأس، يرفع الكأس، كأس رئيس الدولة، كأس يحمل اسم رئيس الدولة حفظه الله. شكرا يا خميس. وأفضل توقيت أيضا. أما عن شوط الجعدان الإذاع، ذهب لهرمز لسالم بن سعيد بن منان الاجتبي حمد الزرعي نيابة عنه، يستلم سيف ذهبي، جائزته سيف ذهبي، سيف ذهبي، سيف سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سيف سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ذهب لهرمز، ذهب لهرمز. وهذا الاسم الغالي على قلوبنا جميعا، حيث أطلقت على سموه، هو سيف الإمارات، سيف الإمارات، سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. ألف مبروك. سن اللقاية وكأس سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ذهب للشاهنية محمد بن عتيج بن زيتون المهيري نيابة عنه. حمد اليحافي يستلم، محمد اليحافي يستلم الكاس، يستاهل. أما شوط الجعدان والسيف الذي حمل اسم سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله ورعاه، ذهب لغازي لمبارك بن محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. ألف مبروك. ها هو ولي العهد يبارك للإخوة الفائزين. أما شوط الحجايج وكأس سيدي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة رأس الخيمة حفظه الله ورعاه، ذهب الانتصار لمبارك بن سيف بن مبارك المزروعي. ألف مبروك.
يستاهل المزروعي راعي انتصار كأس حاكم راس الخيمة، هذا الشرف الكبير. شكرا لمطر بن حمد بن عميرة، شكرا للحضور الجميل. أما عن شوط الجعدان الحجايج ذهب لسرمد لأحمد بن محمد بن مطر لمحمد بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي، ألف مبروك. ها هو أحمد بن مطر بن مايد الخيالي يصافح ولي العهد الأمين حفظه الله ويستلم سيف ولي العهد الأمين، سيف ولي عهد راس الخيمة. خذ سرمد وانتقل به إلى العين وإلى منطقة رماح. يستاهل الدكتور والخبير في عالم سباقات الهجن. أفضل توقيت أيضا هناك كلمة نقولها لسيدي ولي العهد الأمين حفظه الله ورعاه بأوامره السامية بتخصيص سيوف ذهبية لأفضل تواقيت زمنية لكل الفئات. والسيوف يحمل اسم سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب نائب حاكم دبي وزير المالية يحفظه الله. وكان التوقيت لسن الإذاع لمحبة حيث أنها قطعت المسافة في 9 دقائق 4 ثواني 9 أجزاء من الثانية. ألف مبروك خميس الزرعي يستلم السيف، مبروك يستاهل. أما عن سن اللقاية فذهب للشاهنية محمد بن عتيج بن زيتون المهيري 7 دقائق 29 ثانية 9 أجزاء من الثانية، يستاهل السيف، سيف سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ألف مبروك. سن الحجايج ذهب الانتصار صاحبة الكاس حيث أنها قطعت المسافة في 5 دقائق 52 ثانية جزئين من الثانية. مطر بن حمد بن عميره الشامسي يتفضل لاستلام السيف من يد سيدي ولي العهد الأمين. بابتسامات وخلاق متحلي حي شوفه وحي هذاك القبالي. هناك ايضا تكريم من اللجنة العليا المنظمة للمهرجان حيث في سن الحجايج حصلت الشاهنية على 5 دقائق و51 ثانية للشاعر محمد بن حمد بن مشيط المري وخنجر بالإضافة إلى السيارة. هذا هو الشاعر محمد بن حمد بن مشيط المري صاحب الشاهنية، تنحدر من سلالة شاهين بعير دقاش والمملوك لهجن العاصفة. ألف مبروك، ألف مبروك لشاعرنا وسلاماتنا لأهل الرحبة جميعا. أما شوط الجعدان في سن الحجايج ذهب لمصدر لحمد بن علي بن سويدان بن حضيرم الاجتبي، ألف مبروك. أما عن شوط اللقاية أشواط اللقاية وشوط الإبكار والخنجر ذهبت لأحكام راشد بن سعيد بن منانة الاجتبي، حمد الزرعي نيابة عنه يستلم الخنجر، خنجر أحكام في سن اللقاية في شوط اللقاية الإبكار. أما شوط الجعدان ذهب لصوغان لسعيد بن محمد بن ركاب العامري، خنجر ذهبي يستاهلون قب الركاب، عائلة بن ركاب جميعا يستاهلون التحية والناموس. بالامطار اللي بهاتر والتلالي وارتوت من عقب ما هي. ايضا الفترة الصباحية لهذا اليوم لسن الإذاع ذهبت الخنجر لزعفرانه
سالم بن حمد بن شميل الراشدي ويستلم نيابة عن سيف الراشدي، سيف بن محمد الراشدي أو مطر الراشدي. ألف مبروك، يستاهل يستاهل، خنجر ذهبية متميزة من يد ولي العهد حفظه الله.